اسمي المعدل الكوري محمد سالم، لاجية صحراوية وابنة أحد ضحايا الاختفاء القسري بسجون البوليساريو، حيث قتل والدي تحت التعذيب من طرف قياديي البوليساريو، ولا زلت أجهل دفن رفاته. أترافع أمامكم باسم المرأة الصحراوية بمخيمات تندوف بالجزائر، التي تعتبر مرتعا لكل الممارسات الحاطة من كرامة النساء كالعنف الجسدي والنفسي والاغتصاب والزواج القسري والاستغلال الجنسي من طرف قيادات البوليساريو. بهذه المخيمات تعاني النساء ذوات البشرة السوداء من ممارسات العبودية من طرف قياديي البوليساريو، حيث يتعرضن للاضطهاد والحرمان والاستغلال بالأعمال الشاقة ضد إرادتهن. بهذه المخيمات توضع النساء الحوامل في إطار علاقات خارج الزواج رهن الاحتجاب في سجون خاصة بهذه المخيمات. تتحول المرأة إلى مجرد آلة للإيجاب بغرض تعزيز صفوف البوليساريو والرفع من كمية المساعدات الإنسانية. حتى التلميذات الصحراويات اللواتي يتم تسفيرهن إلى مدن الشمال الجزائرية تحت ذريعة متابعة الدراسة يجدن أنفسهم ضحية الاستغلال الجنسي من طرف شبكات الدعارة المرتبطة بقيادات البوليساريو. ولعل متابعة زعيم البوليساريو إبراهيم قالي أمام القضاء الإسباني بتهمة اغتصاب الشابة الصحراوية خديجة محمود يلخص همجية تعامل المسؤولية الأرابوني مع المرأة الصحراوية. صمتكم يدوم ومعاناة النساء الصحراويات بمخيمات تندوف ودعمكم لهن يحول دون إفلات مقتصبيهم من العقاب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.